ومع هذا الخبر الغريب، يمتلك المزارع العراقي أركان شياع ذئابا تعيش في حديقة بيته ومع أطفاله، ويتعامل معها كأنها حيوانات أليفة يأنس برفقتها. والذئاب التي يربيها أركان من نوع الذئاب العربية التي يكثر وجودها في المناطق الجنوبية والشرقية من العراق. استطاع المزارع أركان شياع ترويض الذئاب فتعايش معها وفهم مكوناتها واحتياجاتها. الذئاب رغم تآلفها مع مربيها أركان إلا أنه لا يزال يحتاط منها، خاصة في أوقات تناولها الطعام. من اجيب له الاكل اذا انطيه اكل ما بيدم لا عادي يقعد يمه، بس اذا اجيب له اكل وبيدم بس الناب مالته يروح الدم فقد نقول ما يعرفك ابد ولا شايفك الا يكمل يلا طب عاد يلعب وياه عادي. تربية الذئاب اكسبت هذا المزارع شهرة وشعبية في مدينة الكوت جنوب العراق، حيث تزوره كثير من العائلات لقضاء وقت ممتع في اللعب مع الذئاب. جهالهم مرات يجون، شلون قلت لك مثلا حديقة حيوانات، بدل ما يروح للزوراء او لفد مكان يباوع الذئب يجي هنا يباوع الذئب. لان الذئب نادر تقدر تشوفها من قريب. حالة نادرة هاي. عشق المزارع أركان ذئابه ورفض بيعهم بالرغم من الإغراءات التي قدمت له. فذئابه تربت في بيئة غير بيئتها ولا تصطاد كما تفعل ذئاب البرية، ويأمل أركان من أن يتمكن يوما ما من زيادة أعداد ذئابه من خلال تكاثرها وتربيتها في منزله. والله أنا انطاني قلت لك 3 ملايين الواحد، قلت لهم من واحد من البصرة قلت لهم انت تعطيني شدة وأقول لك تعال للباب أقلب عليك ديان عزيز، قلت له تريد واحد من جهال أعطيك الجهال عادي ما عندي كلش كان، بس هذا لا، واحنا نريد نشوف بالله يعني زوج غير البيئة مالته، هذا قصدنا احنا والله. شنو علاقة غير اعتيادية ربطت بين هذا المزارع والذئاب، لكن يبقى السؤال مطروحا، لما اقدم أركان على تربيتها بدل الكلاب التي تعتبر الصديق المخلص والوفي لصاحبه، بعكس الذئاب التي تحتفظ بطبيعتها وسلوكها البري مهما كانت أليفة.